بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي بنستكمل فيه سلسلة برنامج الآر. النهاردة عايزين نتكلم على حاجة في درسنا 49، في حوالين حاجة اسمها conditional statements أو الجمل الشرطية. طبعا فكرة الجمل الشرطية بالمناسبة دي موجودة في كل البرامج، مفيش برنامج حتى البرامج اللي هي بتعتمد على البوينت اند كليك زي الاس بي اس اس في داخل منه جمل شرطيه. يعني ايه يعني جمل شرطيه؟ يعني ايه؟ ان اتحقق من ان في شرط معين يعني موجود، اذا الشرط ده موجود فبيديني حاجه اسمها ترو، واذا كان الشرط غير موجود بيديني حاجه اسمها فولس. طبعا ده فايدته في ايه؟ فايدته في حاجات كتيره جدا، يعني من اهمها مثلا ان انا عايز اعمل فلتر لداتا معينه، يعني انا عايز في الداتا بتاعتي مثلا انه يطلع لي العينه اللي فيها الافراد اللي عمرهم اكبر من 30، هم دول اللي انا مهتم بيهم بس. فاحيانا بحتاج، مش احيانا، كتير جدا من الاحوال بنحتاج الجمل الشرطيه. فاسمحوا لي في الفيديو ده والفيديو اللي جاي وحوالي فيديوهين تانيين هنتكلم على حاجه خاصه ببرمجه او برنامج الار، وليس اوامر جاهزه، ولكن احيانا احنا بنحتاج نكتب بعض الجمل الشرطيه، وبنحتاج نعمل حاجه اسمها اللوب، وبحتاج احيانا كمان ان احنا نكتب فانكشنز خاصه بينا، خاصه بينا. كل الكلام ده هنعرفه في الفيديوهات اللي جايه دي. خلوني بس ان احنا نبدا الفيديو بتاعنا. ومعاكم استاذ الدكتور محمد حبش حسين، استاذ الاحصاء والقياس النفسي والتربوي كليه التربيه جامعه الاسكندريه. طيب هنروح مع بعض على برنامج الار. واحنا في برنامج الار هنا احنا عندنا طبعا كل حاجه زي ما انتم شايفينها فاضيه. نفترض مثلا ان انا عندي ان متغير اسمه ان، وان ده بيساوي 10، تمام؟ طيب ممكن اجي بقى هنا هو عايز اكتب جمله شرطيه اقول له يعني اف، مش عايز اقول له اف، خلينا نقول له كده ان اكس او ان، اسف، ان بتساوي 10. لو انا جيت نفذت الجمله الاولانيه دي كده مفيش اي مشكله، وجيت على الجمله الثانيه، ايه ناتج الجمله دي؟ ما بقولوش ان بتساوي 10. لاحظوا برضو، معلش اسمحوا لي بس اعمل زوم كده على الكلام ده، لاحظوا الايكوال ايكوال ده علشان كده بقول له ايه، تحقق من ان دي تساوي 10 او انها مكافئه للرقم 10، مش خليها تساوي 10. طبعا فرق، يعني ممكن انا اقول له كده ان خليها ب 10، انا سالت كده على ان هنا هيقول لي بكام؟ ب 10. خلي بالكم احنا قلنا قبل كده انا ممكن نفس الامر ده اقول له ان خليها ان بتساوي 10، ده متغير تاني طبعا غير ان ده. لو انا سالته ان بكام هيقول لي ب 10. فخلي بالكم بس ان ده تخصيص او تعيين، ان انا كده بقول له ان بتساوي 10، لكن هنا بقول له ايه، هل ان بتساوي 10؟ ده سؤال، ولذلك اجابته بيبقى نعم او لا. فخليني اعمل كده فبيقول لي لا، ترو، ان فعلا بتساوي 10. يعني كانه هنا اتحقق لي من الكلام ده. فممكن اقول له طيب هل ان اكبر من 10؟ طبعا الكلام ده غلط، فانا لو جيت نفذت الكلام ده اهوت هيقول لي فولس. فخلي بالكم انا ممكن كمان ان انا ده اعمله كمتغير، اقول له مثلا بي بي اي متغير بهذا الشكل، فانا هنا مش هيطلع لي نتيجه، لكن ممكن اقول له هنا تايب اوف، يعني شوف لي تايب اوف بي بي ده نوع ايه. بي بي ده بيقول لي ده لوجيكال. لوجيكال يعني ايه؟ يعني زي بعض بعض البرامج بتستخدم كلمة بوليان أو بولين، بوليان يعني ثنائي، يعني يعني بياخد ترو أو فولس. واللي هنا بالأمريكي قال بيسميه لوجيكال. لوجيكال معناه برضو إن ده متغير ياخد ترو أو فولس، تمام؟ طيب أنا ممكن أسأل سؤال تاني، هل إن إيكو أكبر من أو تساوي 10؟ ده مختلف، هنا الأمر مختلف، إن أكبر من أو تساوي 10 المفروض إن في الحالة دي أيوه إن تساوي 10، لكن ان اكبر من او تساوي 10 ايوه، ان طالما ان حاله منها اتحققت فلازم ده يطلع بشكل ترو. فانا لو نزلت تاني هنا وسالته البي بي دي هنا بتساوي ايه، المفروض يقول لي ترو. ممكن اقول له كمان طب هل ان دي اقل من او تساوي 10؟ برضه هنا تمشي، لان انا كلمه يساوي ديت خلتها لي ترو، لكن ان اقل من 10 ده فولس. طبعا الكلام اللي انا قلته دي بيسموها اللوجيكال اوبريتور، بيسموهم اللوجيكال اوبريتورز. الاوبريتورز دولت العلامات او العمليات المنطقيه. ايه العمليات المنطقيه؟
ان انا اقول له ايكوال ايكوال، دي واحده خلينا نحط هنا علامه الهاش، ايكوال ايكوال ده عشان اتحقق من التساوي، جريتر ذان طبعا هنا خلي بالكم كنا زمان عشان هنا بس هنا معناها الان اقل من العشرة، لان هنا العلامه الفتحه عند ايه، فالان معناها هنا اقل من ايه، من 10، لا الكلام ده مش صحيح. طب لو انا عايز اقول له اكبر من، يبقى العلامه ديت. طب عايز اقول له ان لا تساوي 10، طبعا بعض البرامج بيستخدموا العلامتين دولت، لكن في برنامج الار بنحط علامه الاكسكليميشن مارك، علامه التعجب، وبعدين بتساوي واحد. هنا معناه ان له تحقق لي من ان لا تساوي 10، طبعا ده برضو غلط، ده بتساوي لا تساوي 10 ده يطلع غلط. فانا لو شفت بقى هنا البي تطلع بايه، بفولس، تمام. فخلي بالكم عندنا علامه اكبر من، طبعا اكبر من او تساوي، واقل من او تساوي، طبعا هنا الاقل من او تساوي، والاكبر من او تساوي، ولا تساوي، لا تساوي. دي العمليات بيسموها العمليات المنطقيه، على عكس العمليات الحسابيه اللي احنا طبعا عرفناها في فيديوهات سابقه، اللي هي الجمع والطرح والقسمه طبعا السلاش والضرب، تمام. طب اذا انا لو عايز اتحقق من حاجه فلازم استخدم واحده من العمليات المنطقيه دي، وبالتالي لو انا جيت قلت له هنا لا تساوي 10، فانا طبعا طلعت غلط، لكن انا خليتها 6 وجيت رجعت هنا قلت له البي، فهيقول لي ترو، لان هي فعلا لا تساوي 10. طبعا معلش نحط بي بي اللي هي لا تساوي 10، انا ما عنديش بي واحده، عندي 2، فده ترو. خلي بالكم ايه فايده الكلام ده، هو طبعا هنشوف فايدته حالا في حاجات كتيره جدا، يعني هنحتاجه بعد كده. احنا دايما هننتقل بقى لمستوى اعلى شويه في برنامج الار، فلازم نعرف الكلام ده. طب نفترض ان انا عندي فيكتورز، وليكن مثلا بي ده فيكتورز، في اكتر من قيمه، في 10 وفي 20 وفي 5 وفي 7 وفي 30، تمام. ده فيكتورز اللي فيه قيم دي، يعني في خمس قيم، 1 2 3 4 5. ممكن اقول ان بي دي، هل بي دي اكبر من او تساوي 10؟ هنا بقى هيقول لي ايه النتيجه، يتعلم اول طبعا هيمشي مع ال10 هيلاقيها ترو، لان البي فعلا اكبر من او تساوي 10. طب ال20 هيقول لي برضو ترو، بي اكبر من او تساوي 10. طيب هيقول الخمسه، لا هيقول لي لا غلط. طب والسبعه هيقول لي فولس، وال30 هيقول لي ترو. فانا لو جيت نقط كده عملت العلامه دي، هتبص تلاقي ترو ترو، فولس فولس، ترو. طيب يبقى اذا لو انا عايز اساله سؤال اخر بقى، عايز اقول له يا ترى ال10 دي موجوده داخل البي ديت؟ سؤال بقى المره دي مختلف. طبعا الكلام ده كله احنا بنتنقل لليفل تاني. احنا عرفنا ايه؟ عرفنا في حاجه اسمها جمل شرطيه. الجمل الشرطيه ليها عمليات عمليات ايه؟ عمليات منطقيه. ايه العمليات المنطقيه؟ التساوي بالدبل او الدبل ايكوال، مش ايكوال واحده، ليس ذان وجريتر ذان، وليس ذان اور ايكوال وجريتر ذان اور ايكوال ونوت ايكوالز. في كمان عندنا في رمز كده خاص ببرنامج الار، وهو علامه علامة النسبة المئوية، إن نسبة مئوية، يبقى كلمة الإن موجودة بين بين نسبتين مئويتين. طب ده فائدته إيه؟ ده فائدته ممكن أقول له إيه؟ بي، أو ناخد مثلا العشرة، يا ترى العشرة دي موجودة إن داخل البي. طبعا لاحظوا إن أحيانا، خلينا بس نعملها كده، بيقول لي ترو، يعني معناها ايه؟ ان لقى العشرة دي جوه البي، ما العشرة موجودة اهي. طب تعالى نحمل حاجة تانية، نقول له مثلا هل يا ترى الاربعين داخل البي؟ هل الاربعين مش داخل البي؟ فالمفروض المرة دي يعمل لي ايه؟ يديني فولس. تعالى نعمل كده وننزل تحت فنلاقي ايه؟ فولس. فخلي بالكم من العلامات دي. الكلام ده طبعا الناس عايز تتعلم بقى لغه برمجه بجد، وعايزين ينتقلوا الى مستوى، كل الكلام ده هنحتاجه في الاحصاء، هنحتاجه طبعا بقوه في الاحصاء، هنحتاجه بقوه في الاحصاء. طب ايه فائده الكونديشنال ستيتمنت؟ الكونديشنال ستيتمنت هي عباره بتتحكمني في إيه؟ يعني ان انا عايز اعمل حاجه معينه عايز اعملها، بس لما يتحقق شرط معين. طب زي ايه الكلام ده هو؟ يعني برضو خلي بالكم بس ان احنا دلوقتي نفترض ان انا عندي داتا، احنا عارفين مثلا عندنا داتا اسمها ام تي كارز، ام تي كارز. طب ممكن اقول له كده هيد هات لي الداتا دي اللي اسمها ام تي كارز، طبعا دي الداتا موجوده، طبعا هيد هيد هيد، ادي فبيقول لي الداتا دي.
طبعا الداتا دي في حاجه اسمها مايل بين جالون والسلندر وكذا وكذا. نفترض ان انا عايز من الداتا دي فقط عايز يطلع لي منها الداتا اللي فيها السلندرز هو عباره مثلا بيساوي 4، ويستبعد لي الباقي دول كلهم، انا مش عايز عين، انا عايز دول. فممكن اقولها ازاي؟ اعملها ازاي؟ هنا محتاج كونديشنال ستيتمنت، اقول له كده ام تي كارز، واقوم جاي عامل، لان الام تي كارز ديت عباره عن ايه يا جماعه؟ دي عباره عن داتا فريم، فداتا فريم فيها صفوف، فاقول له والله امشي بقى مع الصفوف وهات لي ام تي كارز بس مع السلندر، السلندر ده يساوي 4، وما ننساش الكومه ديت، لان معناها انك انت اول ما تلاقي، طبعا تعال نسمي الداتا دي، تعال نسميها داتا فريم فور سلندر مثلا. الكلام اللي بنقوله ده هينقلنا الى ليفل مختلف، ليفل مختلف. ام يبقى الداتا فريم، هات دي معناها ايه؟ انك انت هيمسك، هو هيمسك، بس لو احنا خدنا ده حته لوحده، جزء لوحده كده وحطيناه كده مش حضرتكم فهموا ايه ده، نتيجته ايه؟ ترو اور فولس، ترو فولس، ترو فولس، حسب اول ما بيلاقي حاجه باربعه بيبقى ترو، اول ما يلاقي حاجه تانية غير فولس. طب اللي هيحصل ايه؟ هيشيل من الداتا، هيشيل من الداتا اي بيانات فيها السلندر لا يساوي 4. فخلينا بس نعمل كده، ونجي نازلين كده، شايفين فولس فولس ترو فولس فولس، المفروض ان الترو ديت تبقى مع مين؟ تبقى مع السلندر باربعه، والمفروض يكون النتيجه. تعالى نعمل كده انترز اهو، تعال نشوف بقى، نقول له ايه؟ هات لي الهيد بتاع الداتا فريم اللي هي فور ايه؟ فور سلندر، قولها لي كده. تبصوا حضراتكم بقى معلش، تمام، فانا كده هبص هلاقي السلندرز هنا الاربعات فقط، الاربعات فقط. يبقى دي الحاجه دي اسمها كونديشنال ستيتمنت. طب افرض ان انا عايز ايه؟ لا انا عايز كمان انها تكون يعني لا تساوي 4. يعني ايه لا تساوي 4؟ يعني ببساطه انا عايز الحاجات اللي هي الحالات الثانيه. طب دي اعملها ازاي؟ برضو الامر سهل، كل اللي تعمله تشيل واحده من دولت وتحط الاكسكليميشن مارك. لو انت ركزت معايا هنا، لو ركزت معانا وعرفت ايه العلامات اللي بستخدمها هنا، معنى ايه؟ هيبقى ترو امتى؟ مع اي حاجه، يعني ممكن دي اسميها الايه؟ اذرز، اذرز يعني خلاف الاربعه، سميها اربعه او نوت، نوت فور سلندر، ليست اربعه سلندر. يبقى اذا لو انا عملت كده ونزلت مره ثانيه قلت له هات لي الهيد، الهيد بتاعه الداتا فريم اللي هي نوت مش 4 سلندر، المفروض ان انا الاقي الحالات الثانيه. ايه الحالات الثانيه؟ ادي السته، السته والثمانيه، لان انا عندي في الداتا دي 4 سلندر، 6 سلندرز و8 سلندرز، 4 و6 و8، انا مش عايز استبعد لي منهم ال8. طبعا لو حضراتكم فاكرين احنا برضو ممكن نيجي هنا ونقول له كده هات لي مثلا الدايمنشن بتاعه الدي اف، عشان بس ان انا ايه نوت 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 فور سلندرز دايمنشن، بيقول لي 21 و11. ايوه، لان العينه دي طبعا 32، ولو انتوا خدتوا بالكم او انا لو جيت هنا قلت له اعمل لي التيبل بتاعه الام تي كارز، الام تي كارز، الام تي كارز بتاعه السلندر، السلندر هات لي التيبل بتاعها، فبيقول لي انت عندك هنا 11 4، وعندك 7 فيهم 6 سلندر، وعندك 14. فلو جمعت الاثنين دول بقى 7 و14 يطلع له 21. طبعا احنا بنحتاج احيانا كتيره جدا واحنا شغالين في برنامج الار الى ان احنا ناخد سبسيت عينات محدده، او ناخد فئات محدده، او ناخد فئه محدده من الموضوع. طيب لو انا عايز كمان اعقد الموضوع اكتر من كده، انا مش عايز، انا عايز استبعد الاربعه سلندر بس عايز كمان ان انا احصل على الاي ام اللي هو او الجيرز بقيمه معينه، او الاي ام بقيمه معينه، او المايل بالجالون بقيمه معينه. يعني عايز شرطين، عايز اللي هم مش اربعه زائد حاجه واحده، حاجه ثانيه. طب ده نعمله ازاي؟ اعرف برضو ان في لما تحب دي حاجه بنسميها ايه؟ كومبلكس كونديشنال ستيتمنت، كومبلكس كونديشنال، كونديشنال ستيتمنت، يعني جمل، جمل شرطيه بس ايه؟ بس مركبه. طب احنا طبعا احنا كنا عارفين الان عندنا ايه؟ سايبينها. تعالى مثلا نقول ان احنا عندنا الاكس كمان، الاكس اكس ديت او المتغير ده بيساوي 12 مثلا، يعني جاي عامله كده.
عشان بس نعرف الاوامر. ممكن اقول له بقى ايه، ادي عندنا هنا ال ان تساوي 6 مثلا يعني، اند بقى بنعملها بالعلامه دي كده، اند الاكس اكس مالها اكبر من ال 12. طبعا انا لو انا اخدت حاجه زي كده ال ان بتساوي 6 وال اكس اكس بتساوي، طبعا الشرط الاولاني تحقق لكن الشرط الثاني لم يتحقق، يبقى النتيجه ايه؟ فولس. ما هي اند معناها ايه؟ ده يتحقق وده يتحقق عشان نوصل لترو. ده يتحقق طبعا، ممكن ازود شروط ثانيه، ممكن طبعا ان بتساوي 6 والاكس اكس بتساوي كذا، يا ترى ديت لو احنا عملناها بالشكل ده كده هيعمل ايه؟ بيقول لي فولس. طب لو انا قلت له يعني ودي تساوي 12، طبعا دي هنا الاثنين ترو، فهيقوم جاي قايل لي ايه؟ ترو. طب لو دي غيرت واحده من دول قلت له دي لا تساوي 6، لا دي بتساوي 6، يبقى دي غلط، دي فولس ودي ترو، بس بينهم علامه اند، يبقى لازم الشرطين يتحققوا. فاقوم جاي عامل كده، فبص يقول لي اديني فولس. اذا علامه الاند بيرسنت دي، علامه الاند بيرسنت دي تعني اند، يعني الشرط يتحقق زائد هذا الشرط. الشرط يتحقق زائد هذا ايه؟ زائد هذا الشرط. طب في عندنا لو انا عايز اقول له الشرط ده او ده هو، يبقى عندنا علامه الباب. الباب اللي هي علامه ديت اللي هي عباره عن فوق علامه الانتر، هتبص تلاقي وانت تاكك على الشيفت هتبص تلاقي الايه؟ علامه الايه؟ العلامه ديت اللي هي تعني اور، تعني اور، يعني ده او ده. فانا لو خدت دولت بقى المره دي تدي ترو امتى؟ تدي ترو اذا كان الشرط تحقق او الشرط، يعني لو واحده منهم ترو هيديني ترو اللي هي ايه؟ لما احط العلامه دي. طب الاكس لا تساوي 6 دي فولس، لكن الاكس الان بتساوي 6 ده فولس، لا تساوي 6 لان الان بتساوي 6. طب والاكس اكس بتساوي 12، مظبوط اهي، يبقى ده تحقق وده لم يتحقق، يبقى هيديني ترو. يبقى الاور معناها ايه؟ ده او ده، ده ترو او ده ترو، لو اتحقق اي شرط من الاثنين يبقى اوكي. فانا برضو قام جاي اعمل كده اعطاني ترو. لكن لو كانوا الاثنين غلط بقى قلت له دي لا تساوي 12، هنا المره دي هتديني فولس، لان ده فولس وده فولس، يبقى النتيجه بتاعت الكلام ده فولس، بتاعت الكلام ده فولس. خلاص. طيب احنا عاده بقى لما بنستخدم الكلام ده هو، خلينا بس نوضح لحضراتكم عشان نشوف الكونديشنال ستيتمنت بنستخدم ازاي. هقول له مثلا اف، ولازم افتح قوس كده، اف دي الكونديشنال ستيتمنت، اذا كانت الان بتساوي 10 مثلا، يعني لا لازم اقول له كده بتساوي تساوي 10، واقوم جاي عامل عليك البارال كريرز علامه القوسين دولت اللي هم بيسموه كريلي كريسس او كريلي بريسس، دولت العلامه النوع القوسين دول، لازم الاقواس هنا طبعا لازم تبقى ملتزمين بالكلام ده، يعني القوس ده والقوس ده بالشكل ده، ده بيسموه كريدي بريسز اللي هو الاقواس اللي هي شكلها متدرج، لازم تبقى بالشكل ده كده، لازم تبقى بالشكل كده. ولو انا غلطت في حاجه هيديني مش هيديني اللي انا متوقعه. هقول له مثلا برنت واحط كده ان اذ، يبقى هقول له والله إيه اذا كان الشرط تحقق، يعني ايه تحقق؟ يعني ان فعلا بتساوي 10، اطبع لي ان از ايكوال او ان ايكوال 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 10 مثلا، يعني حاجه بسيطه. طيب فانا عندي هنا ان بتساوي كام؟ لو انا نسيتهم هقول له هنا ان بكام؟ ب6. فطبعا هيبص يلاقي الشرط ما تحققش، مش هيطبع لي حاجه، فانا لما هقف هنا واقوم جاي عامل انتر كده هبص لما ما طبعليش حاجه. طب لو جيت قلت له لو ان بتساوي يعني 6، طبعا الشرط ايه؟ فلازم اغير له الكلام ده اقول له ان از ايه؟ ايكوال 6 مثلا. فانا لو طبعا الشرط هنا تحقق، فالشرط تحقق هيقوم جاي عامل لي ايه؟ طابع لي كلمه ان ايكوال 6، فهنا كاتب لي ان ايكوال ايه؟ ايكوال 6. يبقى احنا عرفنا طبعا. طب افرض مثلا ان انا عندي يعني اقول له طب اذا الشرط ده ما تحققش يعمل ايه؟ ممكن بقى عندنا حاجه اسمها ايلس، ايلس لو الشرط ما تحققش، شوفوا كلمه انث بقت بدون، وبرده كريري بريسس، كريري بريسس اللي هي الاقواس اللي هي مدرجه دي لازم تتكتب كده، لازم تتكتب كده. فاقول له والله برنت ان از نوت ايكوال
ايكوال 6 مثلا. يعني طبعا ده مجرد مثال يعني بسيط وملوش معنى، لكن احنا هدفنا الفكره بس. فالمره دي اللي طلع هيلاقي ال ان في 6 هيطبع لي ده، هيطبع لي ان ايكوال 6. طب لما لقاهاش هيكتب لي ان از نوت ايكوال 6. فانا طبعا انا عندي هنا ان ب 6، فطبعا هيطبعها هيكتب لي ايه؟ ان 6. تعال نغير مثلا ال ان اهو ونخليها 20 مثلا، هخليها 20. لو رجعت تاني اهوت في الجمله الشرطيه ديت وقوم جاي عامل كده، هيقول لي ان از نوت ايكوال 6. اذا لو انت عايز، لو انت عايز البرنامج يعمل لك حاجه لو الشرط تحقق، ويعمل لك حاجه تانيه لو الشرط ما تحققش، في الحاله دي لازم تستخدم كلمه الف. طيب لو انا بقى عندي شرط مركب، يعني لو ده اتحقق اعمل كذا، طب لو حاجه تانية اعمل كذا، حاجه التالتة اعمل كذا، طب ده ولا ده ولا ده ولا ده اتحققوا يعمل ايه؟ طيب في انا بقى امر، في حاجه لازم برضو تعرفها او تعرفوها حضراتكم، وهي كلمه الايه. احنا عارفين مثلا ان احنا خلينا ننزل هنا، لو قلت 30 ديفايدد باي 5 هيديني كام؟ 6. لكن في حاجه جميله جدا، لو انا مثلا عايز اعرف الرقم ده زوجي ولا فردي، بستخدم اللي هي برسنتج، برسنتج نسبه مئويه مرتين وكده. طبعا لو الاسم دي معناها ايه بقى؟ معناها هات لي باقي عمليه القسمه. خليني اوضحها لك الاول. نفترض 7، 30 على 7 فيها كام؟ لا 30 على 7، ال7 في 4 ب 28 وهيتفضل 2، يبقى ده هيديك الاثنين. تمام؟ طب لو رجعنا مره ثانيه، ال8 ال4 اقصى حاجه، اقرب حاجه ل 4 في 8 بكام؟ 32. لا ما تنفعش، ال 3 في 8 ب 24، ويتفضل كام؟ يتفضل 6، فهيديني 6. اذا ده باقي عمليه القسمه. فبيبقى جميل جدا لو انا عايز اعرف مثلا الحاجه دي ايفن ولا اود، فطبعا الايفن بتبقى الباقي بتاعه صفر، لكن الاود بيبقى الباقي بتاعه حاجه ثانيه خلاف الصفر اللي هي ايه؟ واحد. يعني لو انا مثلا قسمت ان هو ده كان مثلا 31 او ده 33 هيديني 1. فعشان كده انا ممكن استخدم ايه القصه دي. فممكن اقول له والله، ممكن بدل ما اقول له بقى بتساوي 6 اقول له كده ايه علامه ديت الاثنين، ده هيساوي 0. يبقى ده معناها ايه؟ اقول له ان از، هنا بقى اقول له ان ايه از ايفن زوجي. طب وخلاف كده ان از اود، اقول له ان ايه ان از اود، ان دي فرديه. تمام؟ احنا اخر حاجه ان سايبينها بكام معانا؟ سايبينها ب 20، فطبعا ان هنا ايه؟ المفروض انها اود، فلو انا عملت كده بيقول لي ايه اسف ايفن، يعني زوجي ان از ايفن. طب لو انا غيرتها وقلت له والله ان دي خليها ب 21 ورجعت نفذت الموضوع ده، هيقول لي ان از اود، ان ده رقم فردي. فبرضه هنا خدت بالكم من اف ايلس. طيب لو انا بقى عايز اقول له ايه؟ لو انت مثلا الرقم ده هوت او العدد ده هوت يقبل القسمه على 3 على 2 فسموه لي ايفن مثلا، لو يقبل القسمه على 3 سميه تريبل. تمام؟ لو خلاف كده سموه لي مثلا يعني نوت برايم نمبر، ليس عدد اولي مثلا يعني. فممكن اعمل الموضوع ده ازاي؟ هقول له ان ده بتساوي 0 فدي تعتبر ايفن. طب لو حاجه ثانيه اقول له ايلس اف، إذا كانت إن تقبل الاسم على 3 وبرضه هيديني 0، ها؟ فسميها لي إيه؟ فسميها لي تريبل. تريبل مثلاً يعني. وبعدين حاجة لو ما تحققش الشرط ده ولا الشرط ده، فاكتب لي إيه؟ اكتب لي إن إن إز نوت برايم نمبر. يعني طبعاً برضه إيه الهدف؟ نفهم الفكرة. إز نوت برايم نمبر، يعني ليست عدد اولي مثلا يعني. طبعا عشان نعرف عدد اولي في شروط ثانيه كتيره، لكن احنا مثلا بالمنظر ده خلاص. فانا طبعا احنا سايبين الان، لو احنا خدنا الان مثلا ب 21 يبقى هتقمل القسمة على 3 وهتطلع لي 0، وبالتالي هيكتب لي ان از تريبل. فانا جاي عامل كده وقال لي ان از تريبل. تعال نغير ان مثلا ان ونخليها نخليها مثلا 35. 35 مش هتقبل القسمة على 2 وتديني 0، ولا يعني باقي من العمليه مش 0 لان مش ايفن، وكمان مش هتقبل القسمة على 3
بدون اي بواقي، فبالتالي مش تريبل، يبقى هيتفضل لي انها نوت برايم نمبر مثلا يعني. فانا جاي عامل كده فيقول لي نوت، خلينا بس كده نعملها 35 الاول وبعدين نقوم جاي عامل لنا كده، فيقول لي نوت برايم نمبر. اذا في الكونديشنال ستيتمنت انا هستخدم اف، ولو انا عايز شرط تاني يتحقق فاقول له else if. طبعا ممكن استخدم اي عدد، ممكن استخدم else if دي 10 20 30 مره، تمام، زي ما انا عايز. والelse دي لازم تبقى موجوده، مش لازم تبقى موجوده، بس طالما قلت else if يبقى لازم اعمل القوسين دول واحط شرط معين. الوحيده اللي ما بتاخدش اقواس اللي هي اقواس عاديه اللي هي الالس، لكن ال اف بتاخد والالس اف بتاخد، وفي جميع الاحوال اللي هيتحقق لو الشرط ده هو الايه اللي بيتكتب ما بين الكيرالي بريسس اللي هي الاقواس المدرجه او المقوسه او اللي هي الاقواس دي. اذا خلينا بس نلخص احنا قلنا ايه في الفيديو ده. قلنا ان في حاجه اسمها جمل شرطيه، والجمل الشرطيه دي لها كلمات خاصه بيها، تمام، ليها كلمات خاصة بيها. ايه الكلمات الخاصة بيها؟ ايه الكلمات الخاصة بيها؟ اللي هي اللوجيكال اوبريتورز، اللي هي يساوي دبل، طبعا عشان نتحقق من التساوي بحط دبل ايكوال للزان، جريتر زان للزان اور ايكوال، جريتر زان اور ايكوال ونوت ايكوال. طبعا عرفنا برضو الان اللي هي بتشوف رقم او فيكتور داخل فيكتورز لا ياخد اكتر من قيمه. شفنا كمان ان الجمل الشرطيه بتستخدم في الفلتر للداتا، وممكن ان انا اعمل الفلتر ده يبقى سيمبل زي المثال اللي قدام مني ده، وممكن اعمله كومبلكس كمان واقول له علامه الاند هنا واقول له ماير بير جالون مثلا جريتر ذان قول مثلا 20. يبقى انا عندي شرطين هنا، والشرطين لازم يتحققوا، ان يكون السلندر لا يساوي 4 والمايل بير جالون لازم يكون بيساوي 20. فلو انا عملت كده، طبعا انا عندي المايل بير جالون زي ما عملت الام تي كارز، لازم اعمل كده ام تي كارز، لازم احطه بالشكل ده كده، لان انا ايه، لان عشان اعرف ان ده فيريابلز او متغير موجود في الام تي كارز، فهو جابها لي بهذا الشكل. لو انا حبيت بقى اشوف هقول له برضو هيت، لازم الاقي المايل بير جالون كله فوق ال 20، فوق ال 20 مش حاجه، مش ولا يساوي 20، وفي نفس الوقت السلندر 6 وكام؟ 6 و8. طبعا هم اللي ظهروا لي دولت فقط، دول فقط الموجود اتحققوا الشرط اللي موجود. لو انا حبيت اقلل شويه واقول له مثلا 18 مثلا يعني، فقد يكون الامر نلاقي حالات ايه؟ حالات اخرى، حالات زادت اهي، لان انا دخلت 18 وال6 وال8 موجودين، فعندي 18 وعندي كذا وعندي كذا، تمام. اذا ده اسمناه كومبلكس ستيتمنت. شفنا بقى ان انا كمان ممكن استخدم اللي هو الديفيجن ريمايندر، باقي عمليه القسمه، وممكن استخدم، لكن لما اجي استخدم غالبا بستخدم الاف كونديشنال، بستخدمها بالطريقه دي، اقول اف اذا تحقق هذا الشرط اعمل هذا الجزء. يعني اذا الشرط ده تحقق لو داخل القوس وممكن يبقى سيمبل، يعمل ايه؟ يقوم جاي ينفذ الكلام ده. طب واذا ما تحققش يبص على الشرط الثاني ده، اذا ما تحققش يبقى نفذ الرقم 3. طبعا ايه يتحقق؟ يعني يساوي ترو يديني ترو اذا ما حصل. طبعا ممكن احط هنا جمل مركبه. طبعا مش عايز اطول اكتر من كده في الفيديو لان الموضوعات في هذا الجزء كتيره جدا، لكن مهم جدا اذا كنت هتكمل معانا سلسله الفيديوهات دي، هو انك انت تفهم يعني ايه كونديشنال ستيتمنت، يعني تخلي البرنامج يعمل حاجه معينه اذا تحقق شرط معين. طبعا ده بيبقى مهم جدا في كتير جدا من الشغل. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. دايما في نهايه اي فيديو بقول لك عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير. في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب علشان توصل لك اي فيديوهات بتنزل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.